يقول: ما حكم العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ اللي منقطع عن العالم ولا يبلغ شيء هذا معذور من أصحاب الفترة، أما الذي يعيش مع الناس ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب هذا ما هو جاهل، بلغته الحجة. إلى متى الجهل؟ هذا بلغته الحجة، سمع وقرأ بلغته الحجة. إنما الإنسان المنقطع الذي لم يبلغه شيء ولم يسمع شيء هذا هو الذي فيه الإشكال. أما إنسان يعيش مع الناس ويسمع ويقرأ ويقول أنا أعذر بالجهل، لا، ما هو جاهل، قامت عليه الحجة. والله جل وعلا يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذا بلغه القرآن. نعم.